Thank you.
جورج عبد المسيح لبنان والدفن غدا في بيروت الساعة 11. أما التعازي فراح يكون أكيد في بيروت، أما التعازي لها بعيد ببعض الكاتدرائيين فراح تكون نهار الأربعاء الساعة 3 للساعة 7. كما توفي أخينا أخينا جورج الساخن الذي كان عضوا في مجلس رعيتنا سابقا، والدفن سيكون غدا أو الدفن سيكون نهار الثلاثاء الساعة 3:30 ببد. كما نخبركم بلقاء بعنوان الروم من سنة 1453 إلى العصر الحديث. هذا اللقاء سيكون ينظمه ويقيم البروفيسور نجيب جهجان، ويقدم الندوة والمحاضر الدكتور مولى جلال ابن الرعية. واللقاء سيكون اليوم الساعة 5:30 بعد الظهر في قاعة المحاضرات في مطرانية جنب المطرانية قرب مستشفى النيل. أما اليوم الرسالة كتبنا بولس الرسول بأن الله هو من يوزع المواهب على الدنيا. طبعا بولس الرسول بيحدد المواهب، فبيطلع واحد مدبر وآخر نبي وآخر معلم وما إليه من المواهب التي تنظم وترتب جماعة وحياة الجماعة في المسيح. الموهبة يأخذها الإنسان من المعمودين ويعمل على تنميتها بحياته. نحن بهالرعية نسعى لتطبيق قول الرسول على سبيل المثال. في عندنا بهالرعية شيء اسمه مجلس للرعية، وهو مكون من ولادة أعضاء هالمجلس مع الكهنة بيخططوا لمشاريع تصب في مصلحة الناس المؤمنين. على سبيل المثال ينتبهوا على الأعراف الدربية، على العائلات المستورة وغيرها من الدول. مثل العادي يفترض بعد فترة أن يقوم المجلس ويوزع عليكم مقطع حساب السنة الماضية بين المصروف والمدخول وغيره مع نشاطات المرافقة، لأن المجلس منه الكنيسة، المؤمنين من الكنيسة، لازم يتطوعوا ويناقشوا. فإذا نحن بهالرعية نسعى لنسير وفقا لكلام الرسول بولس من خلال مجلس الرعية والجمعيات المختلفة والمهام الكنسية المتعددة. بعلاقة المؤمنين مع بعض، طبعا كل شخص بده يكون عنده رأي، وفي أيام النقاشات تتحول لاختلافات فبتتعرض للمشاريع. والاختلافات اللي عم بقول عنها واللي هي قليلة والحمد لله بهالرعية موجودة من أيام الرسل. الرسل بكتاباتهم بيردوا أسباب الاختلافات للطمع، يمكن للكبرياء، لرغبة البعض بأن ياخذوا محل من لأنه ما عندهم موهبة لإلهم. والاختلافات بتضل بين المؤمنين. ومثل ما الرسل كانوا يتدخلوا ليحلوا مشاكل المؤمنين، يفترض بأن كهنة هالأيام والمطاهي هن اللي يشتغلوا ليحلوا الخلافات ليرجع السلام بين أعضاء الجمعيات وضمن العائلات. على أي أساس طيب الكهنة بدهم يخففوا الزعل بين المؤمنين؟
يخبرنا الإنجيل اللي اليوم بأن المسيح قد انتقل إلى جليل الأمم. هي المنطقة اسمها جليل المسيح لذاتها في جليل الأمم. وهي منطقة أغلب سكانها من الوثنيين. فكانوا بحسب قول النبي نور للذين في الظلام، أي أن المسيح كان نور للذين في الظلام، أي أن الوثنيين وأهل الظلام لن يدركوا نور المسيح إن استمروا بإغلاق عيونهم، إن ظلوا على قناعاتهم. نفس المنطق، لن يدرك المتخاصمون النور إن استمروا على رأيهم على قناعاتهم. إذا رجال النور بنرتوا في مشاكل، حتظل المشاكل إذا ما غيروا بكم. نادى يسوع بأن توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، أي تغيروا لتكونوا قرب الله. واليوم تقع على عاتق من يحملون هذه الموهبة، خاصة الكهنة، مسؤولية دعوة الناس للتوبة، للتغيير، ليحل السلام بين المؤمنين المتخاصمين، فيشهد للذي ولد فيما بارك واعتمد من يوحنا.